انا معاكم مشاهدينا لفقرتنا الطبيه وضيفتنا دكتوره شيرين حسنين استشاري الجلديه والتجميل والليزر عيادات وان كلينك، وهنتكلم عن الجديد في كل ما يخص البشره والتجميل. اهلا بيكي يا دكتوره شيرين. اهلا بيكي يا حبيبه قلبي. اهلا يا حبيبتي، منورانا. ده نورك، ربنا يخليكي حبيبتي. دكتوره شيرين، عايزين نتكلم في الجديد. طبعا دلوقتي كل الناس، مش هقول بس الستات زي ما كنا بنقول زمان، صح. كل الناس مهتمه بالجمال وبالبشره وبالتجميل وبالليزر، ودايما بنكون عايزين نعرف ايه الجديد. بصي، الجديد والحاجه الحلوه انه الناس كلها ابتدت تفتكر مدرسه الناتشرال لوك. أيوة. احنا الكام سنه اللي فاتت عانينا معاناه رهيبه جدا انه ازاي ان العلم استخدم بطريقه غلط، وكل المواد اللي المفروض اصلا هي انتي ايجينج واستخدامها يحافظ على البشره ويحافظ على جمالنا بقت بتخلي الشكل فيك والناس كلها شبه بعض. ايوه. ابتدى بقى العالم في السنه الاخيره دي بالذات، دي حاجه ملحوظه قوي عند كل البنات وكل الناس اللي بيجوا، انه كله عايز يحافظ على شكله وينتبه انه كل اللي فات ده كان غلط، لانه في الاخر لا يصح الا الصحيح. صح. ازاي احافظ على شكلي طبيعي بصوره كويسه قوي ومن بدري ابتدي علشان اقاوم علامات تقدم العمر، ما ابتديش متاخر واخد وقت طويل والنتائج تبقى وحشه، وازاي يبقى ناتشرال. دي حاجه مهمه قوي. ده بقى حصل في العالم كله، ابتدوا يطلعوا مواد كتير جديده. احدث حاجه يمكن هنسمعها كتير الفتره الجايه دي اللي هي البي دي ار ان، دي احدث ماده نازله زي الهيرونيك اسيد كده كانتي ايجينج، هي كمان انتي ايجينج موجود في جسمنا في الحمض النووي عندنا. ابتدت هي كمان تعمل تحفيز قوي جدا للكولاجين. ابتدينا نتجه بي دي ار ان، دي هتكون الموضه الجديده، دي احدث حاجه نازله موجوده في سكين بوسترز كتير بقت موجوده واشتغلنا بيها، نتيجه حلوه قوي، لانها كل فكره شغلها انها بتشتغل على بايو ستيميليشن، يعني تحفيز الكولاجين والالاستين بتاع الجسم نفسه بصوره كبيره جدا. فبيبقى الشكل ناتشرال اكتر، طبيعي، لطيف، في جلو، في السكين تايتنس، في ليفتنج، خطوط الرفيعه بتتاخر انها تظهر بصوره طبيعيه جدا. دي الطف حاجه حصلت يعني. هايل. يعني احنا دلوقتي اللي عايزين نوضحه او ناكد عليه انه الشكل الطبيعي حلو. تقدري تكوني جميله او تظبطي شكلك طبعا، ويبقى شكلك اصغر، ماشي، وبتبقى مثلا دايما الست عايزه شكلها يبقى اصغر، تمام، لكن بشكل طبيعي. أهم بالمواد الجديده اللي بتحفز الكولاجين والإلاستين في الجسم. والإلاستين أيوة في الجسم، يعني تفرزه بحيث أن البشرة تبقى طبيعية. تبقى طبيعية. ده بيحصل بقى بحاجات كتير جدا، من أهمها ودي أكتر حاجة احنا اشتغلنا عليها الحقيقة وكانت نتائجها حلوة قوي، الفيشيال بوستر. الفيشيال بوستر ده يعني أن أنا أقدر أشتغل على أجهزة معينة تساعد طبقات الجلد كلها، كمان الطبقة السطحية، لأن دي طبقة كانت مهملة لسنين كتير قوي، أن هي تساعد تحفز كولاجين، تشيل طبقة الجلد الميتة والخلايا الميتة اللي على البشرة اللي بتعمل عازل ضد أي حاجة بنستخدمها، وبتخلي الشكل بهتان وضل، ومهما استخدمنا ونستخدم حاجات غالية جدا مش لاقيين منها نتيجة بسبب الطبقة العازلة دي. فابتدت قصة الفيشيال تريتمنت اللي هو تنظيف البشرة الطبي العلاجي، واحنا الحقيقة كنا يعني بادئين القصة دي من زمان قوي، لأننا العلم هو واحد، واللي بيمشي في العلم بتلاقي انه الستبس بتمشي واحده واحده وبتحافظي على جمالك بصوره طبيعيه. فابتدينا فيها، ودلوقتي الحمد لله انتشرت الفكره وكله بقى بيلتفت لقصه الفيشيال تريتمنت دي. نحقن معاها بقى سكين بوستر مختلف الانواع، مناسبه لكل الاعمار، حاجات كتير جدا، كل حاجه فيها بتناسب حاجه معينه. فبنقدر نختار اللي يناسب كل حاله، بيبقى كاستمايزد بروتوكول حسب السن، حسب الحاله، حسب السيتويشن اللي احنا فيه، العيشه، اللايف ستايل بتاعها عامل ازاي. فده من الحاجات الحلوة قوي. فرنش تكنيك فيلر من الحاجات الكويسة قوي برضو اللي استخدمناها، حقن فيلر بطريقة معينة في نقط معينة في البشرة تخلي شكلنا ناتشرال، كمية أقل بكتير من اللي احنا يعني من اللي كنا بنستهلكها قبل كده. الأجهزة ليها دور كبير قوي إنها كمان تحافظ على عمر أي حاجة بنحقنها وتقلل الكمية اللي احنا بنستخدمها منها، فبالتالي هيبقى شكلك ناتشرال أكتر. هايل. احنا في صور معانا عايزين نشوف برضو قبل وبعد عشان تكلمينا عليها دكتورة شيرين وتقولي لنا برضو كل حاجة استخدمت لها ايه. أوكي. عشان توصل للنتيجة دي. اوكي. بصي، دي من احدى استخدامات البوتوكس اللطيفة قوي اللي يمكن ناس كتير ما تعرفهوش، مشكلة بتضايق بنات كتير وما بيحبوش عارفين ان حلها في 5 دقايق بالظبط. هو علاج الجامي سمايل او الابتسامة اللثوية بالبوتوكس، نقطتين صغيرين خالص، 5 دقايق بالظبط التكنيك ده بيتعمل،
بتلاقي الابتسامه شكلها بقى احسن وافضل، والمشكله اللي كانت بتضايقها دي اختفت. هايل. دي من الحاجات الحلوه قوي دي، كده كانها علاج. طبعا. جمال وعلاج في نفس الوقت. طبعا. ماشي، نشوف صوره كمان. دي بقى انت هتقولي لنا استخدامات البوتوكس اللي مش مشهوره قوي. دي بالنسبه للهند من الحاجات برضو اللي ناس كتير ما تعرفهاش، علشان نحافظ على الايد كمان ما تعجز. هي كمان بتعجز وبتفقد الكولاجين، بشكلها مكرمش، لونها بيتغير، تعرضها للشمس، وطبعا بننساها في الصن سكرين. طبعا. الحاله دي حقنها فيلر نضاره لطيف جدا، تحفز الكولاجين، بيدي شويه فوليوم خفاف قوي للايد، بيبتدي هو كمان يحفز كولاجين وإلاستين، فبتلاقي على طول ان اللون بقى احسن، الايد شكلها بقى اصغر شويه، الخطوط بقى والكرمشه والنشفان والحاجات دي اتحسنت قوي، لان الهيرونيك اسيد ده هو اللي مسؤول عن مرونه ونضاره الجلد. فبالتالي بيعمل ترطيب بينعكس على طول على الايد. هي يعني كانها مش نفس الايد. سبحان الله. ده طبعا اللي هو الاستخدام المشهور للبوتوكس، اللي هي علاج التجاعيد في الجبهه وحوالين العين والكلام ده كله. دي ناس كتير بقى عندهم. ناس كتير عندهم ملهاش دعوه بسن خالص. عشان ده دايما معتقد غلط، بيحسوا ان ايه، لا لما اكبر. لا، هي ليها دعوه باللايف ستايل. ايوه، تعرض لشمس، ما نحطش سان سكرين، ما بنشربش ميه، طبيعه الشغل نفسها، ممكن حد يبقى بيستخدم الفيشيال اكسبريشنز كتير. كل ده بيخلي العضله تبتدي تنحت في الجلد لحد ما يبان على الجلد من بره. يعني ممكن بيتعصب كتير. حسب كل واحد ورياكشنات. صحيح. فملهاش سن خالص، من عشرينات عادي جدا بنحقن، لانه هي ماده علاجيه ووقائيه. مش مقصود بيها خالص ان الشكل يبقى ماسك ولا ان هو يتغير، بل بالعكس هي بتحافظ على ان الشكل يبقى على طول ريلاكسد فريش مرتاح، وبتاخر علامات تقدم العمر. البنوته الجميله دي كانت بنوته في الثلاثينات كده، كان عندها في وشها بلاك هيدز وايت هيدز كتير تحت الجلد، البشره دل بهتانه. دي عملت لها فيشيال تريتمنت، عملت لها اوكسجينيو، وحقنا معاها سكين بوستر، وحقنا معاها الفيلر بالفرنش تكنيك. فكانت من الحاجات اللطيفه قوي اللي فرقت قوي في التكتشر بتاع الجلد نفسه، اللوك بتاعتها، البيجمنتيشن اتحسنت، التصبغات، كل بقى البلاك هيدز دي اختفت بالظبط. يعني هي الحاجات دي بتشيل الحبوب. طبعا. هايل. دي برضو البوتوكس حوالين العين، المنطقه اللي حوالين العين دي عضله قويه شويه. مع رياكشنات معينه بتبتدي تعمل الرينكلز دي. الرينكلز دي على طول بتدي ايجنج، فالناس ما بتتبسطش منها. حلها بسيط جدا، في ثواني بنبتدي نحقن كميه معقوله مناسبه للحاله. طبعا مع شغل الاجهزه دي، استخدمت لها 4 بلس حوالين العين، من الحاجات القويه قوي، ده واحد من اجهزه الطاقه القويه جدا اللي ليه بروتوكول مخصوص حوالين العين، بتشتغل على اكتر من مشكله في نفس الوقت. سواء كانت تصبغات، دارك سيركلز حوالين العين، تجاعيد، انتفاخات، وبنحقن معاها كميه صغيره قوي من البوتوكس، بتخلي الشكل ناتشرال وفريش في نفس الوقت. هايل. نشوف صوره كمان. كل ده استخدامات بوتوكس. بالظبط. دي عملت الديو فيشيال. الديو فيشيال ده هي كومباينيشن كده، حاجه من الفيشيال تريتمنت الموجوده، عباره عن جهازين، استخدام جهاز الليزر مع جهاز الاكوا بيور اللي هو بيعمل تنظيف طبي علاجي للبشره. ده مناسب جدا للتين ايجر كلهم. مرحله حب الشباب ودهنيه البشره الزياده والبلاك هيدز والوايت هيدز، اللي هي بتبقى مرحله من مراحل حب الشباب، بس احنا دايما يعني ملتفتين لما الحبوب بتظهر، دي بتبقى ستيج قبلها. كل ما حافظنا بدري، كل ما حسنت دهنيه البشره، بقت فرصه ان الحبوب دي تظهر اقل بكتير، حافظنا على الجلد باقل الخسائر في المرحله دي. فدي من البروتوكولز الجميله جدا اللي مناسبه قوي للتين ايجر كلهم. هايله. السيده الجميله دي، دي كانت طبعا اكتر حاجه بتشتكي منها ان وشها ابتدى يحصل فيه ساجنج، يقع لتحت، مفيش نضاره في البشره، مفيش جلو، في رينكلز كتير باينه. عملنا لها اشتغلت لها اوكسجينيو عشان نحسن السكين تكتشر. دي كلها اجهزه بقى. اجهزه. وحقنا فيلر بالفرنش تكنيك فيلر. وحقنا كميه بسيطه خالص من البوتوكس اللي بتخلي الرينكلز دي تبتدي تتفرد، فيحصل الليفتنج للبشره بصوره طبيعيه. يعني لو احنا مش شايفين الصوره البيفور، مش هتحس ان حد عامل حاجه في بشرته. ودي اهم حاجه. هو اهم حاجه الشكل الطبيعي ده. كان من اهم تعليقاتها ان اللي بيشوفها بيقول لها انت وشك احلو، انت شكلك نايمه كويس ومرتاحه. هو ده الهدف. ايوه. مش ان حد يقول لك ايه ده، انت عامله حاجه، شكلك غريب، انت عامله ايه. لا خالص. صح كده. طب احنا معانا تليفون. ام مؤمن، اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبتي، اتفضلي سؤالك. انا عندي هالات سودا وعندي حاجات كده سودا في الوش، مضايقاني قوي.
ماشي حبيبتي. الهالات السوداء طبعا ليها علاجات كتير جدا حسب اسبابها. مهم قوي ان احنا نبقى عارفين اصلا ايه الاسباب. ممكن تبقى حاجه وراثيه، ممكن تبقى انيميا، ممكن تبقى عادات غلط بنعملها سواء ميك اب او فرك تحت العين كتير. كل الحاجات دي بتسبب هالات. الاول بنحدد السبب وبعدين نحدد البروتوكول المناسب ليه، سواء كان بالاجهزه او بالانجكشن كمان الميزوثيرابي حوالين العين، حقن النضاره المخصوصه لتفتيح منطقه حوالين العين وبتديها بتحسن الخطوط وبتديها جلو لطيف جدا، مع الهوم كير اللي نمشي عليه، الكريمات اللي في البيت اللي بنستخدمها، الاثنين دول بيكملوا بعض. فمهم قوي. هي كانت بتقول برضو عندها بقع اللي هي بتبقى التصبغات. التصبغات دي في البشره حلها او علاجها ايه؟ حلها حاجات كتير. اولا الوقايه الاساسيه والعلاج الاساسي هو الصن سكرين. ده بيشيل اكتر من 60-70% من المشاكل اللي ممكن نتعرض لها. ده مهم قوي خصوصا في الايام بقى اللي احنا فيها دي ودخله الصيف والكلام ده كله. ده مهم جدا. حصلت بقى التصبغات حسب درجاتها بنبتدي نشوف ايه المناسب ليها، سواء كان الكولد بيلينج اللي هو التقشير البارد، بس ما بنحبش نعمله قوي في الصيف بصراحه علشان الجو والحاجات دي، هي ليه بريكوشنز معينه كده لازم تتعمل فيها، بيبقى الشتاء احسن وقت. سواء باجهزه زي الفور بلس اللي فيه بروجرام مخصوص للبيجمنتيشن بتاعه البشره، الدرمابين فور مع الفيتامينز والاكزوزومز والجروث فاكتور، دي كلها مواد بتساعد على تحفيز كولاجين وإيلاستين وبتقلل الخلايا الصبغية وبتحسن التصبغات. مع طبعا كريمات قوية جدا في البيت نستخدمها بانتظام، ان شاء الله تلاقي نتيجة كويسة قوي. طيب كلمينا بقى تاني يا دكتور شيرين على الفيلر الجديد اللي هو فيلر النضارة. فيلر النضارة هو الفيلر العادي، ولكن احنا قعدنا عملنا ريسيرش كتير قوي عشان احنا كنا عايزين نوصل قد ايه اقدر اقلل الكمية اللي انا بحتاجها وفي نفس الوقت اعالج اكتر من مشكلة معاها. فتوصلنا للفرنش تكنيك فيلر، خبير فرنساوي قعدنا معاه وصلنا للتكنيك ده، وده خاص بينا احنا في وان كلينيك. ازاي نقدر نحقن الفيلر في نقط معينة تعمل لي كونتور، تحسن لي في نفس الوقت الدارك سيركل حوالين العين، وتديني كمان نضارة والجلو بتاع الهيرونيك اسيد. فدي من الحاجات اللطيفة قوي اللي قدرنا نعملها، بتحقن في أماكن معينة كده في الوش على طول، بتعمل ليفتنج بنشوفها يعني في وقتها، وبتبقى من الحاجات الحلوة قوي وطبيعية. أهم حاجة. طيب معانا تليفون منى. أهلا يا منى. ألو. طيب. ألو. أيوة حبيبتي اتفضلي. هو أنا عايزة أسأل سؤال بس، هو لما إيدي لما بيقلب لها في المية بتبقى حلوة تمام، أما بقى لما تنشف بتشقق كده وبتسود شويه. ماشي حبيبه قلبي. تالي يعني ستات كتير لازم. من شغل البيت او الميه كتير بيحصل لهم المشكله. بصي دايما منطقه الرقبه ومنطقه الايد من الاماكن المنسيه خالص في اي سكين كير روتين. حتى الناس اللي بتهتم بس بوشها، ولكن دي اماكن مهمه قوي بيبان فيها العجز كمان. فحلها بسيط قوي، هي ليه وهي مبلوله بتبقى شكلها حلو عشان هي بتبقى مترطبه. فبالتالي هي بتلاقي ان الجلد مشدود ولطيف ولونه كويس. لما بتنشف جفاف الجلد من أسوأ الحاجات اللي ممكن تحصل، بيبقى زي ارض خصبه لاي حاجه، جفاف بقى، تشققات، حكه، كمان تقلب بتصبغات ويبقى فيه تصبغات وتلاقي الايد مبطشه شكلها مش حلو، شكل الايد يبقى معجز مش ماشي مع السن اصلا. حلها بسيط جدا، صن سكرين وكريم ترطيب في البيت بعد كل حاجة بنعملها. بعد كل وضوء، بعد كل بللان ايد في أي غسيل حاجة أو كده، على طول ننشف ونحط المرطب في البيت. مهم قوي. معانا شريف. أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام اتفضلي. ممكن أسأل الدكتورة؟ اتفضلي. عندي انتفاخات جامدة تحت العين وفوق العين برضه، بس الأكتر تحت العين. انتفاخات؟ واضحة قوي ومضايقاني. ماشي حبيبة قلبي. عندها انتفاخات تحت العين. بصي الانتفاخات دي بتبقى درجات. لو هي درجه يعني عنيفه شويه، حلها الوحيد هو جراحه التجميل، لانه بيبقى دي دهون تحت العين برزت بره بتتشال بصوره بسيطه خالص. بس لو هي قويه قوي، في ناس ما بتحبش تعمل ده، فبنبتدي نشتغل بالاجهزه ببروتوكول الفور بلس اراوند اي، ببروتوكول معين كده نحاول نقلل التصبغات والانتفاخات اللي حوالين العين دي، ونحقن مثلا فرنش تكنيك فيلر، حاجه تداري شويه، هي بتبقى كانها كاموفلاج، ان انا بحاول اصلح المنطقه اللي حواليها فبالتالي هي كمان بتتصلح. لكن لو درجه قويه قوي حلها جراحه التجميل. طيب معانا حنان. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا حبيبتي اتفضلي. كنت عايزه بس اسال، انا بذاكر كتير وكده وبصر، فعندي تحت عيني هالات سودا كتير، كنت عايز اعرف نوع ماسكات او نوع كريم حلو احطه على عيني. ماشي حبيبتي.
طبعا دي شكوى الفتره دي عشان الامتحانات والسهر والمذاكره ولخبطه الوقت والكلام ده كله. طبعا دي بتبقى حاجه مؤقته، احنا عارفين السبب، فبالتالي بزوال السبب الموضوع هيتحسن باذن الله لوحده. اللي نقدر نستخدمه كريمات حوالين العين، انواع كتير جدا حسب حالتها بقى تتحدد، تستخدمها مرتين في اليوم حوالين العين، هتقلل جدا القصه دي وتحافظ عليها كمان ما تتكررش. احنا عايزين بقى نصيحه اخيره. النصيحه الاخيره ان احنا واحنا داخلين على الصيف كده نهتم بشرب الميه قوي قوي قوي. استخدام الصن سكرين مش اوبشنال خالص، حتى لربات المنازل لما بنصحى الصبح نغسل وشنا ونحط الصن سكرين. استخدام الهايرونيك اسيد من الحاجات المهمه قوي على بشره مبلوله، بيدي ترطيب ونضاره كويسين جدا. ونقلل التعرض لاشعه الشمس والتان والحاجات دي، لان دي من اقوى الحاجات اللي بتكسر الكولاجين بصوره كبيره قوي، وبتبان بسرعه وفجاه، فبتعمل ايجنج مبكر. فناخد بالنا بس من الحاجات دي. تمام. وبرضو عايزاكي تقولي نصيحة لكل واحدة بنت أو ست أو راجل أو أي حد عايز يعمل حاجات نضارة في البشرة، فيلر، بوتوكس، تديهم نصيحة. النصيحة إن احنا نبتدي بدري، كل ما كان عندنا مشكلة وابتدينا في حلها بدري أو التفتنا لفكرة السكين كير من سن بدري، أولا بنلاقي نتائج أحسن بكتير، ثانيا بنقاوم علامات تقدم العمر مع الوقت، ما تلاقيش البشرة عجزت مع الوقت، وهتلاقي نتيجة أحسن كمان مثلا 5 سنين وشها زي مش وش حد ما بيعملش حاجة. لازم هيبقى أحسن، ولازم هتلاقي فيه نضارة، هتقلل التصبغات، هتحافظ على بشرتها وجمالها لمدة أطول. بشكرك جدا يا دكتورة شيرين، نورتينا. ميرسي يا حبيبتي. شكرا يا حبيبة قلبي، وبشكر كل مشاهدينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.